إذا أعددت ملابس للإحرام ولكن قد علق بها روائح طيب وذلك قبل بدء الإحرام، فهل أحرم بهذه الملابس وهي كذلك أم علي حرج؟ جزاكم الله خيرا. المحرم مأمور بتجنب الطيب وأن لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، ويتجنب الثياب التي فيها طيب أو يغسل هذا الطيب ويزيله، وإنما يتطيب المحرم قبل الإحرام في بدنه، يضع الطيب على بدنه على رأسه أو في بدنه، ولو بقي أثره بعد الإحرام فإنه لا يضر. نعم.